مرحبا. مرحبا بك اختي. لاباس عليك؟ والله الحمد لله. انت تعرف علي؟ ايوب عثمان من الفحص، اصلي تركي. ايش اصلك تركي؟ لقب عثمان، ولد عم ترتوغلو. انت ولد عم ترتوغلو؟ شجرة العائلية. شجرة العائلية، لقب عثمان يرجع تركي. الحمد لله خرجت عام 21 لإيطاليا، بقيت غادي تو برس 3 سنين، عملنا ورقات، روحنا الحمد لله. روحتي فوق برتوتا؟ ليه ورقات نعملوا طلع ونعملوا، وإيطاليا باهية وخايبة، راه يكذب عليك يقول الغربة باهية باهية. توصل غادي تاخذ فكرة من هنا على الغربة تقول الجنة، توصل غادي تشوف الواقع تتصدم. شنو صدمك غادي؟ ها؟ شنو صدمك كي مشيت غادي أول ما وصلت قالوا لي الأولاد عزوني، ولاد حومتي هزوني ودنيا، قالوا لي هيا المبات اليوم في الأوتيل. مشيت دكاكا أوتيل، قلت دوش نحط تليفوني تشارج جوي باهي. داخل من باب الأوتيل شميت الريح قلبي غم. شنو؟ مصلي على النبي، ريحة برفانات سخمانة. ايه ما نكذبش عليك. كيفاش مشيت؟ احكي لي كيفاش مشيت. مشيت من هنا حارق. قداش؟ كيفاش الظروف؟ 2021 الحمد لله، انا من الصغرى نخدم وجاب الروحي الحمد لله، ما بقيتش محتاج لا نار مديت ايدي لا امي لا بابا الحمد لله، حتى لنا نطره ناري عادي. حليل بت حليل الحمد لله، حتى مشينا غاديك غلطنا وتصلحنا الحمد لله. وايطاليا كما العاده نقول لك بفعل بي والخايب، عمرك اللي يقول لك راه الغربه جنه، توصل غادي تتصدم. عندي برشا ولادي ولاد حومتي ما بقاش شر، ولا جاي عمل شر ندم، قال لي ما في بالي شكه. مرميت برشا؟ مرميت برشا، وكل واحد وبخته، كل واحد كيفاه. مكتوبه؟ والله. طيب قداش عندك في تالي؟ 3 سنين. شنو الخدمه اللي خدمت؟ كان واحد في ريستورون كاميرا سيرفور، خدمت المرمى. شنو خدمت؟ يعطيك المرمى في تونس راك ما خدمتيش؟ نخدم بابا بني، خدمت السودير. شنو اخر؟ وثيقه كيف هاك في صفيسه 3 سنين نرجع؟ كل واحد وبخت. عامين عملت وراقه. عن طريق شنو وكيفاش عملت؟ قريت. عملت ضربت الاوراق ودنيا قريت وكل شيء. انا ضربت اوراق. ضربت اوراق غاديك تك تك. شو انا كونترا ضربت كونترا شنو عملت؟ ضربت ولا شيء، ضربت عمري. نقصت من عمرك؟ اي تك تك قريت وبعد صلحنا والحمد لله، حل قانون وعملنا ورقات ولا باس. جيتكم يعني عندي تلين انت لانسي صغير ومازلت في طور الدراسه، عمرك 17 و18 عام. اي قريت عامين وبعد دورت عطيت عمري الصحيح وحليت الوراق، صاي خذيت اوراقي الحمد لله. الحمد لله. واليوم في تونس قداش عندك؟ ولا يا برسك 4 شهور نستنى ناخذ برمي نرجع لروح. جيت بالذمه لتونس باش تعدي البرمي؟ برمي تكلم لي 4 شهور. برمي باش تاخذوا لنا وباش تعمل المصادقه باش يولي كيف كيف غادي. نولي نخدم به غادي جاوبه ولاباس. المهم تو مرتاح معناها انت منها راحه منها تعدي البرمي وباش ترجع. لا الحمد لله من قليل. ما عندكش اشكاليه في انك ترجع؟ مثلا تتم تعطيلك او حاجه؟ لا ما عندي حد شيء الحمد لله ولا باس. الحمد لله. باهي معاك صديقي. شنو انت باش قلت حاب توصل؟ حاب نوصل مشكله في البلاد هذه اللي احنا نعيشوا فيها الصاير في البلاد. انا عندي شكون توفى، نسيبي توفى كرهبته لهنا بدنيته الكل، توفى في تونس، طلعت اختي بعد الموت لفرنسا باش تريق الاوراق باش تهبط باش تروح تهز الكهرباء. غاديك عبدلوا لها الكارت غريز باسمها، عملت لاسيرونس، عملت الدنيا الكل. كي جات لهنا لتونس الديوانه التونسيه لا قالوا لها. علاش لا؟ لا خاطر يلزم فيها ورثاء، كارت غريز باسمها. وينهم الورثاء؟ كارت غريز باسمها ولا لا؟ ليلى فلان فلاني. علاش تجيب عندي توا قداش من شهر وانا ندور اللم في التنازلات نتاع العائله نتاع راجلها باش تنجم تروح بها الكهرباء لهنا، خاطر اذا ما تروحش بها باش ياخذها الديوان. صغار منه ما عندهاش صغار، فهمتني؟ على اساس خواتها واخواته هو يورثوا معاه. هي الكارت هي هم على اساس خواتها. القانون التونسي في الاوراق تو سامحني، انت كهرباء باسمك، يجي فلان يدخل معاك ما يدخل معك حتى حد باسمك ونوريك.
هاو توا اخر واحد هاني يعني جبته توا ها هو منصوب باي جواب ها هوكا سيد فلان فلاني من عند فلانه الفلانيه باش عملت لي تنازل. وواحده اخرى في فرنسا كلمناها باش تبعث ارداسيون والكهرباء عندها الحق حتى لنهار 8 ماي سينو تمشي راه ما كانش كهرباء تمشي زيزي عندها عام لهنا انت عام ماشي جاي بالديوانه بنا يا ولدي فرنسا ما عطلوهاش دقيقه حلوا لها البيبان الكل. اي انسان يدخل المرسي يخرجها الكهرباء اي انسان يدخل يوري يستظهر بطاقه تعريف كان في بلادنا لهنا في بلادنا هذيا ما نعرفش شنو اللي مازال باش يصير اكثر من هكا. قوانين وتشريعات ممكن متوخره شويه عمرها ما صارت عمرها ما تصير عمرها ما تصير الشيء اللي صاير في تونس. انا واحد من الناس عشت مع بورقيبه ومع الزين ومع والشيء اللي ريته توا في الوقت هذايا ما ريتوش. انت اختك مكلفتك انت باش تجري ولا سافر؟ نجري لهنا على الاوراق. هي غادي مازالت هي توا لهنا جات لهنا خاطر لازمها تروح هي مع الكهرباء خاطر الكهرباء باسمها فهمتني توا لازم هي تروح مع الكهرباء وكهرباء لهنا امشي الديوانه هذه نمشي لها الحرق الواد من بعد لفايات كل مره يجيبوا لي حكايه كل مره يجيبوا لي حكايه. ايش عندك على هذا الحال بالله؟ رجلها توفى في سبتمبر طب من نوفمبر وانا نجري لتو نوفمبر ماشي جاي وانا ماشي جاي يعدي وانا من هنا تونس ديما ارجع غدوه والوثيقه الاخرى هذيك ويبداو قاعدين فرد قيشي واحد منا واحد منا واحد قال لي كلام والاخر بعد قال لي كلام والله العظيم لنزيد عليهم كلمه واحد قال لي كلام والاخر قال لي كلام وين ماشيه البلاد وين ماشيه انت وين ماشيه تعتيلات معناها يا ودي تعتيلات استغفر الله العظيم تو ساعات يبداو يحكيو تو كيما السيد يحكي على الحرق تي يحرق مالاش عنده باش يعمل مادام ما لقاش خبزه في تونس هنا وهي مكبوه كيلو علوش ب 52 دينار تي شنو هي العيشه هذيا هذه عيشه هي ماهيش عيشه وينهم حتى حد يقولك تتبكى برشا تبكي برشا وما فماش منه كيما فما الباهي فما الخايب ودار لاباس عليها في تونس هاني قلت لك ندبك عاد انا هاني ندبك انا قلت لك كرهبت الكهرباء الراجل مات تيش مازلتو تستناو كارت كريس باسم مرتو باسم مرتو كارت كريس شو هز الكهرباء باسمه هو باسم هو كي طلعت لفرنسا خاطر هما غاديك مش كيما لهنا انت عندهم قانون انت احنا هنا انا وكشتانا يمشيو يدفنوا رواحهم وعينهم حيه يدفنوا رواحهم المسؤولين لهنا وانا محي غاديك تعرف شو عاملين مسيو اي مدام ولا مسيو ومدام هي تقضي هو يقضي بالوقت كي مشيت وهزت الحجة الوفاة نتاعو ودراسيوما ديريكت بدلوا لها الكارت جريز باسمها ديريكت وعملت لاسيرونس وعملت الدنيا كل وكلموا لها مرسي البورت نتاع مرسي باش وقت اللي تخلط كذا لهنا او كمان من وقتاش وهي تجري وانا هي في فرنسا وانا وانا لهنا تعبت باش انا نحبها بلادي انا نحب بلادي اما اللي شادين البلاد ما شكرا لك عايشك.